هاي ريان. اهلا بوتيكات، حياكم الله. الله يحييك، مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم يتبارك. عطور ولا بخور؟ اكيد عطور، وخصوصا فويجو اللي مسويته مع بوتيكات. سكين كير ولا ميك اب؟ سكين كير. حمرة حمرة ولا نود؟ نود. مانجا ولا فاشن فروت؟ مانجا. مناقيش ولا باستا؟ مناقيش. جولد اور دايموند؟ اكيد جولد. بوتوكس ولا فيلر؟ بوتوكس. بيروت ولا مربية؟ بيروت. دلالي ولا بوكاهانتس؟ اثنينهم. كنافة ولا ام علي؟ ام علي. وائل كفوري ولا ادم؟ ادم. عدسات فاتحة ولا غامجة؟ غامجة. رمضان انا وايد احبه، في وايد فاسيلتيز، يمكن وايد بارتات احنا نفقدها بايام السنه العاديه. احب ستايل رمضان، اول شيء احب الدراريع، احب ستايلاته، الاشياء اللي احنا نسويها، غبقات رمضان، يمعات الاهل، هذا الشيء بالنسبه لي جدا جدا يعني انتظره من السنه للسنه، يمكن لان تكثر هذه الاشياء برمضان. وطبعا اكيد ما ننسى موضوع الهايدريشن برمضان، يمكن كلنا او اغلبنا ننسى موضوع الماي، فعلشان كذي انا دائما انصح بزيت رير. اول شيء رير انا سويته بكل حب، واصريت انه هو يكون فيه كميه فيتامينز حق الجسم احنا نستفيد منها، بحيث ان احنا نرطب الجسم ونخلي ريحته حلوه مده طويله، ويغنينا عن ان احنا نرطب كل شوي جسمنا اكيد. وطبعا برمضان انا راح اكون دائما متواجده عندي بالعياده، بحيث انا اشوف الاورزي، اشوف الفيشنات اللي عندنا، تحضيرات قرقيعان، انا دائما احضر قرقيعان قبل رمضان اصلا، فالحمد لله يعني هالفتره انا افتكيت من هذه السالفه. وتحضيرات الغبقات، انا لازم كل سنه اسوي غبقه حق اهلي ورفيجاتي وايمعهم، عندنا هذا يعني عندي الجروب، لازم كل وحده يصير عندها يوم مخصص حق الغبقه مالتها. بلشت من الحين انا اذهب حق غبقتي، بما انا وايد احب موضوع التنسيقات وهذه كلها. ونفس ما عودوكم بوتيكات، كل سنه هدايا حلوه وقيمه وجيف اويز حقكم لانكم تستاهلون، بس قولوا لي شنو البادي اويل اللي انا يوميا استخدمه. وابي اقول لكم كل سنه وانتم بخير وصحه وعافيه، وعساكم تعودون ان شاء الله كل سنه مع حبايبكم واهلكم، وان شاء الله نشوفكم قريب.